أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة الفلسطينية التي اهتمت بعدة قضايا جاء في مقدمتها هدم منازل في القدس إلى جانب بناء وحدات استيطانية جديدة. صحيفة القدس كتبت على رأس صفحتها الأولى: هدم مبنى من طابقين وكراج سيارات وتشميع محلات تجارية في بيت حنينة وحزمة، تخللها وقوع جرحى واعتقالات، والمستوطنون يوسعون موقعا لهم على أراضي فلسطينية خاصة رغم قرار العليا بإخلائه بالقرب من الطيبة بمحافظة رام الله. ونقرأ في القدس أيضا: دراسة لمعهد واشنطن تعطي نظرة سوداوية عن الوضع في الأردن. صحيفة الحياة الجديدة عنونت صفحتها الرئيسية بالأحمر العريض: المستوطنون يوسعون حربهم والاحتلال يواصل مجزرة هدم البيوت في القدس. ونقرأ في الصحيفة: البنك الدولي يحول 31.6 مليون دولار لدعم موازنة السلطة، والرئيس يوقع قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المصرفية. ختام مطالعة الصحافة المحلية من صحيفة الأيام التي كتبت على رأس صفحتها الأولى: المستوطنون يصعدون عدوانهم، إحراق مركبات واقتلاع أشجار زيتون وعبارات تدعو إلى الانتقام، وألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة. وفي عنوان آخر كتبت الصحيفة: حماس تعارض نص اتفاق وقعت عليه حول آلية إقرار قانون انتخاب المجلس الوطني. ننتقل إلى الصحافة الدولية التي ما زال تولي الملف السوري اهتمامها. صحيفة الحياة اللندنية تناولت في إصداراتها مقالا بعنوان: دمشق تحشد قواتها الخاصة لحسم معركة القصير. جاء فيه أنه مع اتساع نطاق القتال في مدينة القصير قرب الحدود مع لبنان، ذكرت مصادر أن النظام السوري حشد قوة من المهمات الخاصة في الحرس الجمهوري مدعومة بعناصر من حزب الله لمساندته في المعركة بهدف حسمها بسرعة. صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية نقرأ فيها تقريرا بعنوان: استمرار إراقة الدماء في العراق يعتبر تحذيرا لمخلصي سوريا. وجاء في التفاصيل أن عدد القتلى الذين سقطوا من جراء الصراع الدائر بين السنة والشيعة في شهر نيسان بلغ حوالي 712 شخصا، مضيفا أن تأزم الوضع في العراق يهدد بمرحلة عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها. وتابع: إنه خلال فترة حكم صدام حسين حكم أهل السنة العراق، بينما حكم العلويون سوريا، وكانا وجهان لعملة واحدة ألا وهي الدكتاتورية. نهاية هذه الجولة، تحية طيبة، وأترككم مع أبرز ما نشرته الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.